بقول لك ايه؟ نعم بقى، ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ايه رأيك اعمل معاك اتفاق تنزل تغسل لي العربية وهديك علبة البيتزا دي؟ قشطة، موافق. غسلتها في البيتزا اهي يا عم. دي فاضية؟ ايوه. ابو ايه اللي ايوه؟ يعني انت رحت طلعتها فاضية؟ لا، انا وطالع على السلم لقيتها، قلت اديها لك عشان تغسل لي العربية. مش عيب عليك لما تبقى راجل كبير كده وتكذب؟ لا يا حبيبي، انا ما كذبتش عليك، انا قلت لك انزل اغسل لي العربية وهديك علبة البيتزا دي. وبعدين بقى في ام البرد اللي بقاله 3 ايام مش عايز يروح ده. ده مخلص 4 شرايط جنكستير ومش عايز يروح. بابا، ايه؟ بقول لك، انت الشركه اللي شغال فيها ناس سنين؟ في سنين معايا. طب خلي بالك بقى كويس جدا من الناس السنين اللي هناك، عشان لسه ظاهر في الصين فيروس اسمه فيروس كورونا، ده اي حد بيجيله بيموت على طول. خلي بالك بقى عشان مش ناقصين احنا. اللهم احفظنا يا رب. طب ده تعرف ازاي انه جالك او اعراضه ايه؟ اعراضه بتبقى عامله زي البرد والرشح بالظبط، بس ما بيروحوش. صدمة كبيرة يا والقلب يا كياني.